خلصت مصر من حكم او من احتلال الاخوان المصري. كسبت مصر في الثورة التقليدية، كسبت حكم العصر. يعني بيقولوا ان هم عندهم وعي وتخلف في نفس الوقت، احنا كسبنا الوعي وكسبنا التخلف في نفس الوقت. معلش ازاي برضو وضح؟ يعني انت ممكن تعمل فرعون زي ما عملنا دلوقتي بعد 30/6 تمام، وانت اصلا معترض على حد تاني اللي هو اصلا كان عشان انت بتعرض الناس بتوع عاملينه فرعون. لو احنا بنتكلم على الاخوان وبنتكلم على السيسي كشخص مش مؤسس الجيش، انا مش شايف اي حاجه متابع والله. مش هو لسه المكاسب مش هتيجي دلوقتي، المكاسب ان شاء الله احنا يعني على امل ان المكاسب ممكن تيجي في الفتره اللي جايه دي باذن الله، وقت ما بس ما يحصل الاستقرار الامني شويه. تمام. وانت النهارده طالع من ثوره، ما فيش ثوره بعدها بيوم وليله الامور بتبقى زي الفل. فهو احنا دلوقتي احنا لسه برضو مش عارفين سياسه السيسي الاقتصاديه ايه. احنا اللي يهمنا بعد الثوره يبقى فيه ايه يعني طفرة اقتصادية كده خفيفة نبدأ نحس بيها، واخد بالك ان احنا مش هنفضل في صراعات سياسية لمدة 10 سنين كمان، احنا بقالنا 3 سنين في صراعات سياسية. اقول لك على حاجة ظريفة جدا، انا امتنع عن التصويت في اي حاجة من الثورة واي حاجة من الحال بتاع البلد لان انا معترض تماما. اللي كسبت مرة وسقطت تاني؟ هي بصراحة ما كسبتش، هي خسرت 6-1.